أهلاً وسهلاً بيكم في برنامجنا زي السكر. أنا نرمين هنو، والنهاردة في الموسم الجديد اللي بنتكلم فيه مش بس عن فن الحلويات ولكن عن العلم اللي وراها، هنكمل كلامنا على الجلوتين. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نبتدي حلقة النهاردة مع بعض. أهلاً وسهلاً بيكم. نتكلم النهاردة عن الجلوتين، وهنتكلم على قوة الجلوتين وإزاي نقدر نتحكم في قوة الجلوتين، يا إما نزودها يا إما نقللها، لأن مش كل المخبوزات زي بعض. في عجاين بتحب الجلوتين القوي زي العيش عموما، الخبز عموما، زي الباف بيستري، زي الكراسون، الحاجات دي كلها بتستفيد من خيوط جلوتين قوية تستحمل انها تشيل الهواء جواها وترتفع بيه. في عجاين اللي احنا مركزين عليها اليومين دول زي القاعدة بتاعة الكراست بتاع الباي، ده بالعكس عايز جلوتين ضعيف علشان يفضل الملمس المفرول اللي زي الرملة لما ناكلها، ويبقى القرمشة دي موجودة فيها بدون ما نحس ان هي بتشد او ان احنا محتاجين سكينة نقطعها واحنا بناكلها، لازم بالشوكة كده تتفرفت على طول. في أنواع كتير طبعاً من الدقيق. في دقيق الخبز ده بيبقى الجلوتين فيه من 11 إلى 13، من 11 ل 13% يعني. وفي عندنا الدقيق المتعدد الاستعمالات، ده بيبقى حوالي من 9 ل 11، ممكن يبقى 12 برضو على حسب، لأن الدقيق أو القمح من بلد لبلد بيختلف في كمية الجلوتين الموجودة فيه، من يعني على حسب زراعة القمح ونوع القمح بيختلف النسبة. بعد كده عندنا طبعا في دقيق اللي بيستعمل للكيك ودقيق البسكوت، الحاجات دي الجلوتين بتاعها بيكون أقل وأقل وأقل. طب إزاي نتحكم في الجلوتين؟ ممكن نتحكم في الجلوتين بأننا نخلط، لو عايزين نقلله هنخلط الدقيق المتعدد الاستعمالات، أو حتى لو ما عندناش غير دقيق خبز وإحنا عايزين نعمل الكراست بتاع الباي، ممكن نخلط الدقيق بحاجات تانية ما فيهاش جلوتين أو الجلوتين اللي فيها قليل. ممكن نخلطه بدقيق مكسرات أو دقيق زي الكينوا أو دقيق حبوب أو بذور، يعني زي السمسم، أو في كمان ممكن دقيق جوز الهند. الحاجات دي كلها ما فيهاش جلوتين، ولو خففنا أو قللنا نسبة الجلوتين في دول بنسبة 50% نقدر، لو هنا محتاجين 1 كوب ممكن نخلي ده يبقى 1/2 كوب بس من ده، ونص كوب من أي نوع من أنواع الدقيق التانية اللي ما فيهاش جلوتين. والعكس صحيح، لو احنا عندنا جلوتين متعدد مثلا الاستعمالات وانا عايزه اخبز عيش، فانا كده هحتاج اعلي نسبه الجلوتين اللي فيه. اعليها ازاي؟ دلوقتي في جلوتين موجود، جلوتين مجفف بودره، فممكن نضيف على حسب كل نوع دقيق ممكن نضيف نسبه معينه من الجلوتين الخام للدقيق بتاعنا، بحيث يبقى دقيق ينفع نعمل بيه عيش. في حاجات تانية كتير بتحدد الجلوتين هيضعف ولا هيقوى، زي مثلا العجن. العجن بيقوي الجلوتين، الملح بيقوي الجلوتين، لأن الملح عندنا
في جزيئات سلبة وجزيئات موجبة بتبتدي تتحد مع جزيئات تانية من الجلوتين، الجليادين كمان، وبالتالي لما الموجب بيتحد مع سالب والسالب بيتحد مع الموجب بيدينا حاجة نيوترال أو يعني حيادية ملهاش electric charge، ملهاش كهرباء. فبالتالي بدل ما خيوط الجلوتين تطرد بعض أو تبعد عن بعض لأن هي فيها برضو كهرباء، لما بنحيدها الخيوط دي بتبتدي تقرب من بعض وتمسك في بعض أكتر، فالملح بيقوي الجلوتين اللي في العجين. حاجة تانية ممكن تكون عوامل الأكسدة، يعني كل ما كان في أكسجين ده برضو بيقلل القوة بتاعة الجلوتين، وكمان لو في المية، كل ما المية ما زادت كل ما الجلوتين تخفف، وكل ما المية قلت كل ما الجلوتين بقى ماسك. عندنا السكر كمان بيضعف الجلوتين لأنه بيتشرب المية وهو بيخفف الجلوتين بالمية اللي تشربها دي، والفات أو الدهون والزيوت كمان لما بتغلف حبيبات الدقيق بتخلي الدقيق معزول عن المية، وبالتالي ما بيتطورش خيوط الجلوتين بتاعته. آخر حاجة عندنا هي الحموضة، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل في حلقات تانية إن شاء الله، ولكن أي حاجة فيها حمض زي لو زودنا ليمون مثلا على العجينة، أو لو فيها حاجة مثلا زي لبن رايب أو زبادي أو كده، كل ده بيأثر على الجلوتين وبيضعفه. ومن المهم طبعا إن احنا نعرف إيه اللي بيضعف الجلوتين وإيه اللي بيقوي علشان نستخدم المعلومات دي في نوع العجينة اللي احنا عايزين نعملها. ودلوقتي نطلع فاصل، وبعد الفاصل نعمل وصفة مع بعض. اهلا وسهلا بكم، نعمل وصفة النهاردة، والنهاردة هتكون نوع برضو من انواع الكراست للبايز، بس اسمه باتافونسي. باتا فونسي يعني بات طبعا يعني عجينة، بس فونسي يعني هنعمل زي بطانة. فالعجينة دي شبيهة قوي بالبات بريزي، ولكن بتفرق عنها ان هي بتحفظ اي حاجة فيها سوائل او فيها عصاير اكتر شوية ان هي تبوظ العجينة. يعني العجينة دي بتبقى شدة شوية أكتر من عجينة البات بريزي. المقادير بتاعتها 250 جرام دقيق، 6 جرام سكر، 3 جرام ملح، 125 جرام زبدة، 50 جرام بيض، و 40 مليلتر مية ساعة. أوكي، المية مش ساعة قوي، هجيب تلج من الفريزر، وطبعا في الاخر هنحشيها حشوة عشان يبقى عندنا باي. وسبب من اسباب ان العجينة دي مش مفرولة قوي زي البات بريزي هي ان الزبدة بتبقى بدرجة حرارة الغرفة، ما بتبقاش ساعة في التلاجة زي البات بريزي، فجزء من المية اللي في الزبدة هيتخلل الدقيق، وبالتالي الجلوتين هيتقوى أكتر. عندنا سكر علشان يمنع أي تقوية زيادة للجلوتين، احنا عايزين نقويه، بس برضو في الآخر تعتبر من العجين المفرولة أو الباترايابل. والملح
وهيبقى فاضل عندنا السوائل اللي هي الميه المثلجه والبيضه. هنعملها في البروسيسور وهنعملها كلها في البروسيسور. انا فضلت البروسيسور عن العجان برضو علشان ما نقويش خيوط الجلوتين قوي، والبروسيسور هيقطع خيوط الجلوتين وهو بيكونها الى عجين لما نضيف السوائل. نخلط دول مع بعض الاول. طبعا دلوقتي الزبدة غطت حبات القمح أو البودرة بتاعت الدقيق. هنحط البيضة وهنخلي المية نحط على حسب ما يحتاج. هنبتدي نخلط. اوكي، هتحتاج مية. اوكي كده كويس. وهنحطها هنا. وده بيكون الملبس بتاعها زي ما احنا شايفين. هي بتبقى قطرة من البات بريزي والبات سكري، بس مش طرية زي البات سابلي. فدي البات فرونسي اللي بنستعملها زي ما قلنا في تبطين الصينية بتاعت الباي. وممكن كمان دي كويس قوي لو هنعمل كمان طبقة من الكراست او العجينه فوق الباي. ساعات الباي بتبقى باي متغطيه وساعات بتبقى مفتوحه، فللباي المتغطيه العجينه دي حلوه قوي علشان مش هتتشرب كتير من العصائر بتاعه الحشو بتاع الباي. وطبعا هي محتاجه تدخل الثلاجه وتقعد ساعتين على الأقل، ولما هتطلع هيكون ده شكلها زي ما احنا شايفين كده. وهنفردها بالطريقة اللي احنا بنعملها دايما مع بعض اللي هي الريدجنج، اللي هي هنفضل نضغط عليها بالجنب ده وبعدين نقلبها ونكمل 90 درجة دايما. بما اننا عملناها مرتين قبل كده مع بعض نكمل من غير ما نعملها، واجيب الجاهزة ونبتدي نعمل الباي مع بعض. دي العجينة بتاعتها وهنشوف ان هي اقوى شوية من الباد بريزي زي ما احنا شايفين. الكسرة بتاعتها مش بتفرول، فبتقدر تشيل سوائل أكتر من البات بريزي. الباي دي هنحشيها بكريم باتيسير عادي خالص، وصفة العادية خالص عملناها مع بعض قبل كده كتير. والتين نبتدي بالتين الأول. التين هحطه كله في، او يعني الجزء المقطوع منه احطه في السكر بالشكل ده، وبعد كده هنحرقه بالشعلة او بالبلو تورتش. والتين لما هنعمله بالبلو تورتش هيدينا طبقة مسكرة ومقرمشة
زي بالضبط الطبقة اللي بنعملها فوق البرولي، وبيدي التارت بتاعتنا طعم لذيذ. هو الحقيقة خسارة ان هو يتطبخ، لان هو طازة كده، طعمه حلو لوحده. ودلوقتي اجيب البلو تورتش ونبتدي نكرمل وش التين. كده التين جاهز خلاص. هنفرد الكريم باتيسير في الباي، وبعد كده نزوقها بالتين. زي ما اتفقنا، الباتا فرانسي بتبقى أجمد شوية من البات بريزي، بس في نفس الوقت احنا مش عايزينها جامدة، يعني خيوط الجلوتين بتاعتها اتقوت شوية، مش عايزينها ناشفة قوي. ونبتدي نرص التين. احنا عايزين المقاس بعد الاول بره كده كبار شوية، زي ما احنا شايفين الطبقة اللي فوق دي مقرمشة زي البرولي بالظبط. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. كلمنا فيها على الباتا فرونسي، وكلمنا فيها على طرق تقوية أو تضعيف، إن احنا نضعف الجلوتين. ويا رب تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله إن شاء الله.